المباراة النهائية بقى فرنسا والأرجنتين، توقعت أنت توقعت البرازيل وفرنسا، اه بالظبط كنت يعني. حاسس إن هي هتبقى مباراة فقرية، نرجع بقى ل 98 تبقى مباراة فقرية ما بين البرازيل وفرنسا، كلاكيت تاني مرة، وما تعرفش بقى البرازيل هتاخد حقها من فرنسا بعد غياب 20 سنة عن منصات التتويج لكأس العالم. بص، هي الارجنتين طبعا، سيبك من ماتش السعوديه اللي ابتدوا فيه بخساره تاريخيه عملت للسعوديه يعني ايه، اتحسبت في التاريخ نقطه تاريخيه في صحيح. تاريخ السعوديه، في تاريخ منتخب السعوديه، وتحسب لهيرفي رينار طبعا. النسق المتعادي بعد كده اللي الارجنتين مشيت بيه يحترم. صحيح. الاخطاء اللي ليونيل سكالوني اتعلم منها من مباراه واحده بس، يعني انت عندك منتخب زي بلجيكا جيت غلب ماتش ودي قدام مصر قبل البطوله، ما اتعلمش اي حاجه. صح. اول ماتش انت ما عملتش برضو حاجه كويسه في البطوله، ما اتعلمش اي حاجه. انا ما اعرفش روبرتو مارتينيز بقاله في بلجيكا كام سنه بيعمل ايه، ومعاك تيري هنري ومعاك فريق تدريبي كويس، ما عملش حاجه. سكالوني اتعلم من اخطائه بسرعه، قدر ان هو يستغل اللعيبه اللي عنده، قدر ان هو مثلا يتغلب على حته ان واحد زي لاوتارو مارتينيز في البطوله دي ما عملش حاجه. بلا سلامة، ده في أول ماتش يضيع كمية يعني فرص كتيرة انت جدا. جاي من انتر ميلان وبتلعب هناك مع لوكاكو، بتلعب مع لعيبه قويه وعامل شغل كويس في الدوري الايطالي، انت جيت في هنا في الارجنتين. شكرا. هو ريحه فسكالوني قدر ان ونزل هو يعالج ألفاريز. النقطه دي، عارف ان هو يستغل جولان الفاريز، وبالبلدي كده عصر ونزل منه كل المواهب اللي عنده، قدر ان هو يخليه هداف الفريق الاول. ميسي على عكس رونالدو في البرتغال برضو قدر يكون قائد قوي جدا لمنتخب الارجنتين في البطوله دي. ميسي كل اللعيبه بتدور حواليه، ميسي بيحرك الدنيا كلها. الجون اللي جابه في اللي صنعه لالفاريز في كرواتيا لما عدى من اليمين وخد المدافع وجري بيه الجون وبتاعه، الثالث مش يعني طبيعي. انت بتتكلم في لاعب عنده 35 سنه وقدر ان هو يستحمل ضغط من مدافع شاب الدنيا كلها بتتخانق عليه دلوقتي، خلى شكله وحش قوي قدام الناس كلها صحيح وقدام الانديه اللي بتتخانق عشان تضمه صحيح. بمبالغ رهيبه. فميسي قدر ان هو يعني يعمل في البطوله دي اسم تاني جديد مختلف. يعني هو ميسي ميسي، احنا مش خلاص، هي في كور ذهبيه بتتكلم عنه، مش مستني ان احنا نتكلم عنه، بس اللي عمله في البطوله دي شيء قوي جدا. فسكالوني قدر ان هو يخلق منتخب الارجنتين حاله خاصه، وقدر ان هو يوصل للمباراه دي بمنتهى الكفاءه والجداره. واستغنى كمان عن شوية الكرة الجمالية اللي معروف عنها المنتخب الأرجنتيني، هو منتخب بيقدر يقدم كرة جميلة ما بيعرفش لا يدافع، لا، عمل أداء لا جماعي صرف. عارف بالظبط، يعني الكرة عمل الجمالية منظومة. راحت مع البرازيل خلاص. أنا شفت إن البرازيل وهي بتلعب، يعني أول ماتش البرازيل كلنا قلنا ده كأس العالم ابتدى النهاردة مع البرازيل، لعبت في الآخر صحيح البرازيل خرجت لما كرواتيا دخلت موتت لها الماتش. صحيح. إنما الأرجنتين يعني أنا كنت اتسألت عن مباراة كرواتيا والأرجنتين قبل ما تلعب، فأنا قلت كرواتيا لو قدرت تموت مباراة الأرجنتين هتاخد المباراة أو هتوصلها ركلات ترجيح زي ما بتعمل. لو الضغط بتاع الارجنتين قدر يخترق دفاعات كرواتيا ويوصلوا للمرمى مره، خلصت. انت لو تلاحظ في نص النهائي اللي بيجيب جون بيكسب، صحيح، مفيش حد بيرجع تاني في النتيجه، مفيش ريمونتادا بتحصل، فخروج وده صعب. المغلوب غالبا حصلت من ساعه ما ابتدى الدور ده، ومفيش حد بيتقدم بالهدف الاول وبيخسر. تمام، فالمباراه دلوقتي هتبقى بين الفريقين الاقوى في البطوله لغايه دلوقتي اللي وصلوا للبطوله دي، والفريقين وصلوا للمباراه دي بالاداء الجماعي. يعني فرنسا عندها ستارز زي كيليان امبابي، الارجنتين عندها ميسي، لا في نجوم تانية بتخدم عليهم، في نجوم تانية بتظهر، في لعيبه تانية موجوده، هتلاقي اسامي كتيره منتشره. يعني ادريان رابيو كسب فرنسا في ماتش، عمل جون وعمل اسيست. صحيح. زي ما قلنا الفاريز في الارجنتين شغال بشكل كويس، انخيل دي ماريا قبل الاصابه لو رجع تاني هيأدي، ديبالا لو كان ليه دور في المباراه النهائيه اتوقع ان هو ممكن يعمل حاجه. فالاداء الجماعي بتاع الفرقتين هيخلينا نتفرج على المباراه ممتعه جدا بس خارج التوقعات تماما. صعب انا وانت واحنا قاعدين كده نتكلم نقول مين هيكسب فيهم، لان انت يعني انا بقول لك احنا ما كناش نتوقع ابدا الارجنتين وفرنسا دي صعبه.